ما هو عدد سكان العالم سنة 2200؟ توقع بعض الخبراء أنه في حال اتبع العالم العادات السكانية لقارة أوروبا، وهذا احتمال بعيد، فإنه بحلول سنة 2200 قد يعيش به عدد من السكان أقل من نصف عددهم الحالي في مساكن بنيت لنحو 3 أمثال هذا العدد. ويقدر أن يتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 31 أكتوبر. لهذا تدور مخاوف صناع السياسة على المدى القريب حول توفير الموارد لما بين 2 مليار و3 مليارات شخص يتوقع أن يولدوا في الأعوام الـ50 القادمة. وتستدعي الأرقام بهذا الحجم مناظر مرعبة للنقص والفوضى، لكن التحسن في إنتاج الغذاء والتكنولوجيا سمحا بأن يتواصل نمو السكان دون عائق وبسلاسة نسبيا. ويتمثل الكابوس المحتمل في الزيادة السريعة في نسبة المسنين بين السكان، التي تتزامن مع تراجع معدلات المواليد في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. ويقول الكثير من خبراء السكان وواضعي الخطط طويلة المدى أن التحدي في القرن القادم لن يكون التعامل مع أعداد متزايدة من السكان بقدر ما سيكون التعامل مع النسبة العالية من المسنين وربما المعولين، مع محاولة إيجاد استراتيجيات جديدة لتحقيق الرخاء وتوفير الوظائف والخدمات الأساسية. وأسهم هذا الاتجاه بالفعل في الأزمة المالية العالمية الحالية، إذ زادت تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية وربما تقويض الإنتاجية. وفي حين ينشغل الساسة بالمخاوف على المدى القصير، فإن خبراء يقولون أنه لا تجري مناقشة التحديات السكانية على المدى الطويل بشكل كاف. يقول جاك جولدستون، أستاذ السياسة العامة وخبير علم السكان البارز في جامعة جورج ميسون بواشنطن، يقول: لن يكون عالما مثل أي عالم أو سكانا كأي سكان عاشوا من قبل. كنا نعتقد أن الانفجار السكاني سيجبر الإنسانية على التوسع حتى تصل إلى النجوم. لا يبدو أن هذه هي المشكلة على الإطلاق، وإطار العمل السياسي لا يضع في الاعتبار كيفية التعامل مع هذه المشاكل طويلة المدى. وما زال الكثير من دول العالم الفقيرة يشهد نموا قويا، ولا يزال معدل الخصوبة العالمي، أي عدد الأطفال الذين يولدون لكل زوجين، نحو 2.5، وهو ما يكفي ليحل محل كل شخص حي على قيد الحياة حاليا. لكن المعدل انخفض بشدة في الدول الأغنى مثل روسيا وسنغافورة، وطبقت عدة دول متقدمة أخرى سياسات لتحسين الخصوبة لكنها حققت نجاحات متباينة. وتتفاوت التكهنات، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته عندما يصبح نحو 9 مليارات نسمة سنة 2070 تقريبا، ثم يبدأ في الهبوط ربما بسرعة شديدة. وسيشهد هذا التاريخ وصول مواليد، فترة ازدهار المواليد، وسيكون كثير منهم بلا أطفال أو لديهم عدد أطفال أقل إذا استمر الاتجاه الحالي إلى نهاية حياتهم. في العالم النامي ستموت أيضا الأعداد الكبيرة من الشبان التي تقود انتفاضات الشرق الأوسط في الوقت الحالي. وقال دانيال كوتلر، خبير السكان بالبنك الدولي وهو متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، من المؤكد أن التراجع في الخصوبة ذهب إلى أبعد مدى في العالم المتقدم، لكنه ينخفض بسرعة في معظم الدول المتوسطة الدخل وحتى في بعض من أنجح الاقتصاديات منخفضة الدخل. وأضاف: في ظل زيادة نسبة المسنين بين السكان، فإن هذا يطرح تحديات، وبحلول سنة 2030 سيكون عمر أكثر من ثلث السكان في عدد من الدول الغربية، فضلا عن بعض الاقتصاديات الآسيوية مثل اليابان وكوريا أكثر من 65 عاما. وسيسير على نفس النهج الكثير من الدول النامية، أبرزها الصين التي تطبق سياسة طفل واحد لكل زوجين، حيث تفتقر تلك الدول عادة إلى الموارد المالية اللازمة لسداد تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال. وقال مايكل هودوين، المدير التنفيذي للائتلاف العالمي المعني بالمسنين وكبير الباحثين بمجلس العلاقات الخارجية، يقول أن الأعداد مذهلة، التوقعات الدقيقة متفاوتة، لكنها لا تهم فعلا لأنها كلها تسير في نفس الاتجاه. وفي العالم النامي تعتمد معظم الدول على عدد كبير من العاملين،
من دافعي الضرائب لسداد تكاليف الرعاية ومعاشات التقاعد مجموعة صغيرة نسبيا من المسنين في الدول الفقيرة، تميل العائلات إلى العناية بالمسنين. ويقول خبراء أن أي من هذين النموذجين غير مصمم للتماشى مع التركيبة السكانية التي تنطوي على عدد أكبر من المسنين وعدد أقل من الشبان. على المدى القريب، سد الكثير من الدول الغنية الفجوة السكانية باستخدام شبان من دول أخرى في العالم، خاصة لتوفير الرعاية للمسنين وأداء الأعمال اليدوية. وقد لا يتسنى استمرار هذه في الأعوام القادمة حين تجف مصادر العمالة بسبب تراجع معدلات الخصوبة. ويظل البعض متفائلين، يقول سيرجي شيربوف الذي يقود مجموعة بحثية في معهد فيينا لعلم السكان، يقول: سيكون عالمنا أكبر سنا لكنه سيكون أكثر تعليما بكثير. الناس يصبحون أكثر صحة. أنا شخصيا أعتقد أننا سنتكيف مع هذه الأشياء. وبدل شيربوف وزملائه له بالبرنامج العالمي للسكان التابع للمعهد الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية جهودا لا بأس بها في مهمة التكهن بسكان العالم على مدى القرنين القادمين، وهي مهمة شبه مستحيلة. إذا انخفض معدل الخصوبة العالمي إلى نفس مستوى شنغهاي، أي نحو 0.8 للزوجين، فإنه بحلول أوائل القرن الثاني والعشرين سيتراجع السكان بسرعة شديدة ليكون أقل من مليار سنة 2150. وإذا كان أقرب إلى متوسط الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 1.5 للزوجين، فسيتراجع السكان إلى دون 5 مليارات نسمة سنة 2140، و3 مليارات بحلول عام 2200. على النقيض، يؤدي الاستمرار على المعدل الحالي البالغ 2.5 لكل زوجين إلى أن يزيد عدد سكان في سنة 2100 إلى 15 مليار نسمة. وتفترض هذه التوقعات أن يستمر متوسط العمر العالمي في الارتفاع. إذ لم يحدث هذا، فإن أعداد السكان ستنخفض بسرعة أكبر. ويقول شيربوف أن عدم إمكانية التكهن مهولة، لكنه قد يكون عالما غريبا جدا. يقول جولدستون من جامعة جورج ميسون بواشنطن: المشكلة الحقيقية المتعلقة بزيادة نسبة المسنين بين السكان هي مشكلة نمو اقتصادي. وأضاف: إذا كان لدينا نمو، فإننا نستطيع تحمل تكلفة معاشات التقاعد والرعاية الصحية للجيل الأكبر سنا، لكن إذا لم يكن لدينا هذا فسيعاني الجميع.